اتوه 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 يا راجل وادي سكة والنبي وابا يا راجل لا يا راجل بقى الدوري بتاعنا اوف حلوه 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 روح خلص خلص انت خلص انت بالار خلص انت بالار 2 بالمرصاد اقفل اهلا بيكو يا لعيبه في الحلقه الاخيره من حلقات الكارير مود تقول يا سري دي الحلقه الاخيره يعني ايه يعني ما فيش كارير مود اقول لك لا الحلقه الاخيره في السيزون بس حلقه مهمه جدا حلقه هي موقف لم اتحط فيه في حياتي وهو المنافسه على الدوري حتى اخر مباراه بنفس النقاط مين هيقع عندي ثلاث مباريات سود روما فيورنتينا ساسولو لحسم الدوري امام الانتر ثم في النص هنلاعب الانتر نفسه اللي بينافسني في الدوري في مباراة نهاية الكاس هي حلقة ممكن فعليا يعني يجي لي جلطة في اخرها وممكن فعليا تكون احتفالية ما اروحها نقلب بيها السوشيال ميديا نقلب بيها في كل حتة يعني ممكن ننط في السانسيرو اللي هنلعب عليه اخر مباراة واللي توقع ان الحسم هيكون في اخر الدقايق اعمل لايك لو بتحب الحلقات دي ولو شايف في ان الكارير مود ده هو اعظم كارير مود في اليوتيوب حتى الان تابعونا دايما على الفيسبوك وانستجرام بننزل محتوى مختلف ويلا يلا نديها فيفا تديك ايه يا رجاله طراوه طراوه الرحمن الرحيم وادي يعني اخر اربع مباريات عندنا في الجدول ادي الشهر مايو شهر 5 2022 وحتى الان لم ياتينا عروض لتولي منتخب في كاس العالم حتى الان ما زلنا مستنيين عروض ممكن نلعب لعبه بسيطه ان احنا ممكن نقبل عرض اول اي منتخب يجي لنا حتى لو كان منتخب الصومال يعني منتخب ليتوانيا اي منتخب يجي لنا دلوقتي نقوم داخلين لاعبين بيه في كاس العالم 2022 ولكن الى ارض الواقع وشهر ماي يوم عيد ميلادي اهو يعني 21 ممكن ابقى بحتفل بيه بالكاس وممكن ابقى بنهار لوحدي في البيت قبل ما اخش على ماتش ساسولو يوم 22 مفيش احتفالات لان هيبقى عندنا دوري ولكن ثلاث مباريات عايزه كلام كتير قوي وعايزه اجتماع مهم قوي 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 هيحسم كل الكلام بقى كل الكلام اللي اتكلمناه على مدار الكارير مود هنلخصه دلوقتي في الاوضه مين اللي عطس ده لا ده زكريا بس عنده برد هو مالك ومال زكريا في ايه انت عنده برد يا عم في ايه راجل عنده برد وبنعمل حلل له كورونا وعازلينه طب ما هو مش هينفع كده عازلينه يا عم عازلينه ايه يلعب ما الموضوع هنشوفه. ده ما يطلعش لحد هنشوفه بس لو سمحت ما حدش يقول ان هو عنده برد وهينزل يلعب وعلى بركه الله يعطس بقى في وش العيال كله قد كله قاعد يلا شباب يلا 10 ضغط يلا عقله 10 ضغط انت يا ابني بتتحرك انت جاي معانا تلعب انا عايز اقول لك على حاجه 10 ضغط احنا عندنا كلام خلاص وقت طب انا عايز اقول لك على حاجه قول لي مدرب الفتنس خد اجازه مدرب وانت متحمل والله عرفت ليه بقى صح انت كويس عرفت ليه انا قاعدهم في الاوضه 10 ضغط في 10 بطن مجاميع بنش مجاميع العضله بتاعت انت فاهم بقى عشان لما بيجوا عليها بتورم كل اللي استاذ عمر بيعمله يشكر جدا ولكن ينسى الان كل التمرين اللي اتمرناه كل الكلام اللي اتكلمناه كل الحب اللي حبيناه وكل الدلع اللي دلعناه وكل الدلدله اللي دلدلناها الله عليك الله هتطلع في اخر 3 ماتشات صحيح الانتر كسبنا 3 في بدايه الموسم عوضناها ب3 في اخر الموسم انا شايف ان احنا احسن انا شايف ان احنا افضل عم عمر صحيح هل الكلام ده انا بقوله عشان بطبل لعيبتي لا اطلاقا احنا فعلا فريق محترم لا فريق محترم وصاحب انجازات وبطولات ونادي عريق كلكم كنتوا ريمون في الاول جيت انا استاذ عمر استاذ حازم استاذ مايلو استاذ مالديني قررنا ان احنا نبني منكم فريق بني ادمين مارسيال كنت ريما كنت بورس ماشي في مانشستر يونايتد دريبتش محدش سمع عنك في كرواتيا حتى دلوقتي العالم كله بيتكلم عليك فكير بعد ما كان بيقولوا فكير رايح فوق وبتاع جبتك من ريال بيتيس كنت معلش مالديني ده مالديني انا هطمنك مالديني السجاتي بص الاداره في قلق الاداره في قلق وتليفونات شعراوي
في الصين. انا مش هتكلم اكتر من كده. جبتك من الصين يا ابني وخليتك تاني تعود الى اجواء اوروبا وبقى ليك اسم مره تانيه. ساكونيا 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 ابني انقذتك من انتشال هبوط ارسنال وجبتك هنا ان شاء الله تكسب دوري تكسب بطولات عمرك ما كنت هتكسبها في ارسنال دلوقتي. وانا اللي بقول لك الحقيقه عم كيسي نجم كوت ديفوار صيتك هيعلي اعلى من دروجبا في يوم من الايام. خليك معايا كيسي خليك معايا بقيت سي دي ام محترم بيقارنوك بكانتي دلوقتي. هرناندو انت كده كده جامد بصراحه عشان حق ربنا يتقال بس طورتك طورت ولا لا حقيقي. زكريا جالي عم يشهد يشهد عم عمر اللي راح قال لي زكريا العب سنتر باك وجبناه وقال لي مش فاكر لما قال لك انا مش عارف العب سنتر باك قلت له لا اهدى على نفسك لا 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 لا, لا اصلا اللي مش بقول اهو الايام بتشهد فاكر زكريا كان متعصلج ازاي وكان عامل ازاي. بص على زكريا دلوقتي بيقارنوك بفان دايك. عم جنتر ايه جنتر ده في حاجه ولا لا لا هو تمام جنتر حبيبي يا جنتر. كلوست يا كلوست برضو ده تمام ده مركزه غلط ده اساسا ده انا ما اعرفش احنا ليه بنلعبه اساسا لحد دلوقتي. انت كويس برضه كلوست بس ما تقولوش انا قلت لك ايه ماشي انت كويس كلوست. مكمل معانا دوناروما لا ده العملاق بتاعنا ده دوناروما الوحيد اللي نقدر نقول ان هو كان في حته واصبح في حته تانية خالص وهو اللي شايلنا على اكتافه كابتن. النهارده الراجل ده بياخد كابتن مش تطبيل صح ولا لا يا عم عمر هي. مش تطبيل الراجل شايلنا بالارقام بالارقام وهو عنده 23 سنه. ده يدل على ايه؟ ان احنا مش بتوع كلام ان احنا مش بتوع مناظر. اللي يديني في الملعب اديله فوت اللبس فوت اللبس لو سمحت. ثلاث ماتشات دول هيعبروا عن كل مجهودنا في الموسم كله لو سمحت. مفيش داعي لولا غلط مفيش داعي ان احنا نفستخ كل ده في اخر حلقة. نعمل ايه؟ نفستخ صح لو فستخنا هتفستخ مننا ولو فستخت مننا يبقى خدناها في وشنا واضحة. انتر ميلان شكله ما بيقعش عنده فيرونا وعنده سان كالاتوتا باين حاجة كده حاجة يعني في قمة القرف واحنا عندنا روما وفيورنتينا وساسولو اخر ماتش اللي هيكونوا بينافسوا على مراكز التوب فور. تعالوا نبص على الدوري عشان نعرف خصومنا واقفين فين. تعالوا نبص على شكل الدوري. انتر ميلان يا اساتذه كسبت الماتش اللي سابق ليها الماتش 36 بقوا 87 نقطه واحنا عندنا روما. روما اللي فين دلوقتي؟ روما بتنهار في المركز العاشر اوحش مواسمهم. بعد كده نخش على فيورنتينا فين؟ فيورنتينا بتنهار اكتر في المركز ال13. ممكن يكونوا اختبارين سهلين لكن الاختبار الاصعب هيكون عند ساسولو اللي بتنافس نابولي عند المراكز الشامبيونز ليج فرق بسيط جدا. هيبقوا بيحاربوا هيبقوا بي 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 بيستموتوا كده عشان الثلاث نقط او نقطه واحده يرخموا بيك عليها ويضيع عليك الدوري بعد امجاد الميلان انها تعود. ركزوا يا شباب والخطه كالاتي. استاذ عمر اقرا لنا الخطه بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نلعب بدون اي اعتراضات مفيش وقت للاعتراضات وكل يقف جنب اخوه. اتفضل استاذ عمر بعد اذنك. هنلعب بالخطه نركب وندلدل اوكي. نلعب برباعي خط الظهر طبعا دوناروما كده كده اساسي. رباعي خط الظهر كلوسترمان جينتر زكريا هرنانديز قدامهم ادي بابا كيسي قدامهم نبيل فقير معلش هتونا قدامهم نبيل فقير جنبه ساكا شماله الشعراوي وامامهم الثنائي رابيتش ومارسيال. الخطه دي واختيارات دي بناء على توجيهات الموريسيو واي انسان او اي لاعب عنده اي اعتراض على هذه الخطه وهذه الأسماء التي اختيرت لاختيار هذا اللقاء المهم يجب أن احنا نوحد صفوفنا ويجب أن احنا نتكاتف لأجل عبور هذه المرحلة الدقيقة جدا من عمر البيج ميلان. نرى الفتحة ونخش على ماتش روما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاع المؤتمر الصحفي أساتذة في مباراة مهمة جدا بين الميلان وروما. مساء الخير يا موريس. مساء الخير. تفضل يا جماعة ياريت نبدأ بالأسئلة. Excuse me sir, how do you can explain this match between you and Roma and the situation for this team and this time? الحقيقة يعني احنا في وضع مش متوترين. جو الأجواء تتميز بالسعادة والتفاؤل عمل اللي علينا. شايفين ان احنا بنقدم مباراة جيدة مش مركزين خالص مع الانتر. هو يكسب براحته. احنا اللي علينا ان احنا نكسب ثلاث ماتشات. يعني احنا مش بنتكلم في ابدا الخصوم احنا بنتكلم في نفسنا. سؤال تاني استاذ اتفضلوا. مساء الخير يا موريسيو. مساء الخير. انا محمود عبد الحق ابن عم عبد الحميد. ازيك يا محمود؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ هو بس بيعتذر لك ما قدرش يجي النهارده لظروف بس طارئه. ريح واستريح. عايز بس اسالك انت محتاج اي حاجه عشان انا بس مسافر صد رد كده اسبانيا محتاج حاجه من هناك؟ تسلم يا زوق. تسلم لو في اي حاجه. الله يسلم يا زوق. الله يبارك لك. الله يبارك. السؤال الاخير يا استاذ زيد اتفضل. اتشولا بانتوشكي انت
تجليش تبولي الزم حدودك ميلان. الزم حدودك. وانا انت دايما بتسال اسئله والمترجم بيفسرها لي مش عارف اقول غلط ام انت اللي قليل الذوق. لا احنا موجودين. لا تيستا بالا خار ما تردش عليا مدرب كبير. ما تردش عليا مدرب. الماتش على اقول له الماتش على ارضنا جمهورنا ورانا الدوري يا ميلان في كل حته لاعبتنا بتثق جدا ان ماتشات انتر ميلان يعني ما فيش حاجه اسمها هم مش هيخسروا. فورزا ميلان بنلعب على نفسنا. فورزا ميلان. فورزا ميلان. انت كده راجل محترم. شكرا يا استاذ زي ريت اتفضل لموريسيو وجميع الطاقم. يا حوضة بقى تعالى انت حوضة دايما. يلا شباب يلا شباب. باموس باموس. دوري في الملعب دوري في الملعب. زانيولو عايزك بعد الماتش. شكله زانيولو ده زنقه كده ايه. هو وجابري الخصوص اسمع مني وكلمني برضو تاني. كلم لنا بس الواد زانيولو ده وحط لنا نظر عليه وكتب لنا ارقامه كده ايه فعالياته في الملعب برضو عشان نبقى نشوفه واحنا في الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متتبعينا اينما كنتم اقسم لكم بالله ليكوا وحشه قوي. مباراه من العيار الثقيل جدا 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 لانها ستكون بين العملاق الكبير قوي الاي سي ميلان في مواجهه الذئاب روما. فورزا ميلان. طبعا علامات العنف وعلامات الغضب على وجه مين؟ على وجه الموريسيو اللي بيسعى لقلب معطيات الأمور قلباً واحداً من أجل حصد ثلاث نقاط غالية أوي 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 في سباق الدوري الإيطالي. ماتش على أرضنا العبوا على سمولينج ورا. حابب أبدأ اللقاء بكلمات مهمة جداً وأقولها للموريسيو. جالب هداوة داوة جرح قديم وجدد روحي راحت مني نن عينه خدني غصب عني ايه هوب خدني غصب عني هوب. طبعا كلمات رائعة جدا 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 نبدأ بيها هذا اللقاء. وطبعا شايفين كاميرات على الموريسيو بيقرأ عدية ياسين وبيقرأ كل اللي حفظه من القرآن الكريم وبيدعي ربنا ان هو يقدر يفوز بهذا اللقاء. طيب ندخل أحداث هذا اللقاء وبتشكيل أكثر من ممتاز وأكثر من رائع لكتيبة الموريسيو وكتيبة البيج مين. ناحية الناحية الثانية لروما عندنا بيلعبوا بخشة 3-4-2-1 يعني يلعب على كامبولا ده وخلي بالك من كلايفرت وزانيول. يلعب على مين؟ كامبولا. حلوة قوي قوي قوي. لعيب طبعا معروف. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ أحداث هذا اللقاء. آدي الكرة ناحية الشمال عند ثيو هرنانديز اللي طبعا من اللعيبة الأساسية جدا 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 مع كتيبة الموريسيو اللي بيديله دائما وأبدا الثقة لقلب معطيات الأمور. وادي ساكا وادي ساكا وادي ساكا والنبي وبرا. لا يا راجل بقى يا راجل. حلوة حلوة حلوة. كنت خده على الهادي وخليها يشوط بشماله خليها يشوط بشماله. ولكن جاي يا شباب مفيش حاجة العب وإن شاء الله نحتفل كل اتنعين بالدول. مش هينفع كده. فرقة ضعيفة يا جماعة فرقة ضعيفة كلوها من الأول. هادي فريق العاصمة الإيطالية روما فريق الذئاب بينطلق كده بواحدة والتانية زانيولو اللي في كلام بقى يا جماعة أقول لكم الحصريات بتاعتنا في كلام في كلام وحطوه حلقة في ودنكم إن زانيولو في الميلان الموسم اللي جاي بس مش هقول لكم أكثر من كده. هادي انطلاقة الليجيكو ناحية الشمال وادي شوطة حلوة ولكن دونا روما بالمرصاد. ادي انطلاقة الولد كلويفرت. حذاري من الكرات خلي بالك يا سيكو الغريبة اللي احنا بنلعبها دي. ادي بروكس والبروكس بروكس يلعب كورة بس امان 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 الحارس الامين دونا روما. طيب عدى ربع ساعة من احداث الشوط الاولاني اقدر اديكم كده رؤية سريعة وهو ان الميلان واقف على رجله وبيبحث قطعا 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 عن الثلاث نقاط. يلا تيو هاد انطلاقة هاد انطلاقة هاد انطلاقة والهدف. هو والله والله العظيم هو 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 جرحني بس هو مش عايزين نبالغ في الاحتفال. بس ترانكيلو ترانكيلو ايه خد رشفة ارتشف الرشفة وخد بقى قهوة يرسيك ويهديك.
حلوة جاية جاية حلوة جاية جاية حلوة 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 للصبح. هدف في توقيت مثالي قوي قوي قوي. الثاني عشان ارتاح بعد ربع ساعة من السيطرة. هدف دوري هدف دوري 27 ولا كام؟ 27 بقى 28 29 30 الراجل هدف الدوري مش هنختلف كتير. بيقول انا اهو لقى نفسه راهنت عليك لقى نفسه لسه بقولها اهو لقى نفسه مع مين؟ مع مدرب كبير قوي. مدرب تعرض لهجوم كبير قوي 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 في بداية الدوري وبداية الشيزون. قالوا له انت مدرب تعبان لكن قال لهم انا قادر على صنع الفرق. احسن تيو حلوة انطلاقة الكلوسة مان وبو ويلا يا راجل حطها. لا يا ساكا لا يا ساكا يا راجل حطها. لا يا ساكا لا يا ساكا ده انت مدرب كبير وفاهم حطها لوب يا جدع. ومسخن يا لياو ومسخن ومسخن ساكا بره. ادي انطلاقة الدولبرج 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 دولبرج والهدف. طبعا شفنا الصرخة طلع من معميع المعميع طلع بتقول جرى ايه يا طارة. واحد واحد عدم لا مؤاخذة الذئاب قرمتك اديتك واحدة كده اهو. قال له بص ده ما فيش حد بيدخل عليه. قال له خد دي اي احنا بنعمل كده في دلوقتي ها حسابكم معايا بعد الماتش. واحد واحد يا ساتر استر يا رب. واحد واحد في الدقيقة الواحد وثلاثين نبيل فقير بينطلق كده من ناحية اليسار هيلعب ولا ايه؟ هادي خلوا خد الوان اداله تو التو 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 يا راجل يا راجل حرام عليك يا راجل. جاية 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 حلوة 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 حلوة. وادي فرانكيسي سيطرة من الميلان. ادي ميلان يا راجل ايه ده يا راجل ايه ده كريس سمولينج وباولو بيز دفاعات الروما حاضرة وبقوة. ضغطين ضغطين ضغطين. زانيولو بيعدي من ناحية اليمين هيعمل ايه يا ترى؟ لو رفع العرضية فيها خطورة فيها خطورة. والنبي والنبي استرى يا رب. والنبي امن الدفاع امن الدفاع امن الدفاع. وبو يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر. هيروح مننا الموريسيو ابتدى ايه يقع مننا ابتدى يقع مننا. ولكن 30 ثانية ونهاية الشوط الاولاني. امن الدقيقة دي امن الدقيقة دي طفش الكورة. كريس سمولينج يلعب لدولبرج وبو يا راجل. حلوة يا دونا روما حلوة يا دونا روما. هيصفر تعالوا تحسين تعالوا. نهاية الشوط الاولاني كانت في سيطرة للميلان ولكن سرعان ما تعادل فريق العاصمة الايطالية روما. استراحة قصيرة نلتقط فيها بعض الأنفاس ثم العودة وأحداث الشوط الثاني. فإلى غرفة خلع الملابس. مش وقت انفعالات ملهاش لازمة. احنا في الماتش لو ماتش صعب يعني ممكن اقول لكم ان ممكن يبقى في حاجة ممكن بتاع الراجل المحترم. طب بس الضغط ما تهبطش. انا مش هطلعه عليكم انا هبلع حبوب انا عشان تقع اريح نفسي عشان انا ما هنا ما انا راجل مريض. الماتش في ايدينا حبيتين بس دكتور حبيتين. الماتش في ايدينا وارجوكم يعني مش ده الماتش اللي هنخسر فيه. اقسم انا ممكن اخسر على فكره في قدام فيورنتينا قدام ساسول لكن مش النهارده. نلعب على ارضنا بنروح كتير بنضيع. ساكونيا ساكونيا انت بتروح حلو خلص خلص بالله عليك اتفضلوا. يلا يا جماعه يلا يا جماعه مفيش حاجه يلا 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 باموس. طبعا العوده مره اخرى واحداث الشوط الثاني. طبعا زي ما شفنا والكاميرات لقطت لان احنا عندنا دايما في انتاجنا الساخي قوي بنلقط ما يحدث في غرف خلع الملابس. طبعا اكدنا ان الموريسيو قال صح كيسي اضغط عليه من تحت. انا مستعد اخسر اي مباراه ولكن مش النهارده لان مباراه ثلاث نقاط. ايه ده صح جدا مهمه قوي 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 في عمر ومسابقه الدوري يا راجل يا راجل المنتخب. هسيبكم شويه مع انفعالات الموريسيو وحركاته وتكاته. روح بس اشرب بق ميه كده واجي لكم تاني.
نقل ممتاز للكره في الثلث. صح 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 ما حدش كلمه. يلا 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 فريق تعبان هذا الشكل. تحلو يا ابن الكلب يا ابن الكلب. اعود تاني مره اخرى. انا شايف ان ابو الحمد لله ربنا ستر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كلوست. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لا لا ده هو جنتر. شايفين كده ايه هو جنتر ده توتر. ما حدش يتوتر. روعونا دفاعيه من فريق ميلان. جريه خدوا ابو خدوا. يا سلام والنبي والنبي والنبي. ويا راجل العب الايه ده ايه ده ايه ده. طلع طلع حاسب وبو. يا سلام يا زكريا. حلوة زيكو. اللي بيراهن عليه الكابتن الكبير قوي عمر خالد انه يقدم مردود اكتر من ولد ممتاز. ولد يا كيسي ولد يا كيسي ولد يا كيسي. النتيجه الان تعادل ايجابي بهدف لكل فريق. ده مين اللي بيتكلم ده؟ 65 دقيقه. مين اللي مين اللي تعادل الناحيه ده؟ في واحد دخل كده ده شغل ساتلايت مع بعضينا ده ملناش علاقه. طيب شايفين في الشوط الثاني ان روما مسيطر تملي 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 وشايفين ان الميلان مزنوق ولكن يتبقى 20 دقيقة خطر جدا جدا في عمر المسابقة لانه يحتاج الميلان الفوز في هذا اللقاء ولا شيء غير الفوز. صح 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 روح النبي. حلو حلوة روح روح روح. ده الماضي كله جروح. ده الماضي كله جروح. ده الماضي كله جروح. ده الماضي كله جروح. الله يا ابو الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله الله يا بلادنا الله. ايوه حلوه حلوه الدوري. حلوه يا ميلان. حلوه الدوري. هي دي الفرحه يا ميلان. هي دي الفرحه وهي دي الطرحه وهي دي كل حيه الجمال ده. برنس حلو. برنس برنس كلهم كمان. حلوه 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 حلوه. جون في توقيت مثالي. جون مش هنسيبهم ولا مش هنسيبكم لحد اخر دقيقه. طب اقول لك على حاجه. لو خسرت اخسر فرق اهداف. اقول لك على حاجه. سيبه بكره شوقه لوحده يجيبه. ادي بيدرو ناقصه بيدرو. بيدرو بقى ما بيدروشي كله سهل يتلم يا موريسيو. يلا شباب يلا شباب انزل يا جوندو. فرحة كبيرة قوي 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 طبعا. شفتوا فرحتنا عاملة ازاي في الكاميرات. طبعا بنشكر مخرجنا استاذ حازم مرعى الضو على يعني نقله لهذا الحدث من خلف الكواليس. بيتعب معنا قوي 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 قوي. دايما نتوجه ليه بالشكر. ولكن خلينا في لقاءنا النهاردة اللي بيمتاز بالسخونة. وفضل 10 دقايق. أمن والنبي أمن والنبي. اوعى يرفع ده اوعى يرفع ده. خش عليه خش عليه اخطف الكورة يا راجل يا راجل. خش مفيش حاجة مفيش حاجة. بقول لك اهدى يا مايلو مفيش حاجة خالص. اهدى ان شاء الله الدوري بتاعنا الدوري بتاعنا. الحمد لله بس الحمد لله ربنا ستر. 6 دقايق تفصلنا عن نهاية هذا اللقاء. يا ساتر يا رب يا مسهل يا كريم. حلوة انطلاقه الكلوستر مان يا راجل. طويله قوي 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 ومن بدري كان يجب ان ارجع فيها قليلا. 3 دقايق من عمر هذا اللقاء. 2-1 للاي سي ميلان. صح كيسي صح كيسي. اضرب راجل يلا والله اضرب مفيش حاجه عادي. اضرب اضغط اضغط. ايوه اضرب يا مايلو اضرب هو هو يا مايلو. ده كمان هاو 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 خوفه هاو كمان. الدوري بتاعنا يا مايلو. هاو هاو كمان يا مايلو. الدوري بتاعنا. اضرب يا مايلو 30 ثانيه يا مايلو. اضرب يا مايلو. يا نهار ابيض خش بقى كعبله كعبله. لا 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 يا رب يا رب يا راجل. طلع يا راجل طلع بقى. صفر يا حكم صفر يا حكم بالله عليك. صفر طلع طلع على طول تهوح. ايوه 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 فرحه الدنيا. غمض يا قلبي زغرتي عينيا. حلوه 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 حلوه. ينتهي احداث لسه فيها الحلقه مش هتخلص دلوقتي. ينتهي والحلقه مش هتخلص دلوقتي. هذا اللقاء لسه في الدوري بانتصار الميلان. مارس يا مارس بهدفين مقابل هدف. الدوري فرحتنا يا ميلان قوي قوي. الدوري النهارده يا ميلان. هنشوف بقى الدوري المأتسبنا يا ميلان. تسيبنا ننهي ولا هنقضيها كده؟ تسيبنا ننهي بقى فرزة ميلان. لا حول الله. فنفنجولو يا عم فنفنجولو كلهم. بس سيبنا ننهي الماتش سيبنا ننهي هذا اللقاء. انتصار مستحق جدا جدا جدا
يعطي الأمل والبريق والمنافسة في بطولة الدوري، ولكن نتريث ونستريح قليلا ونذهب إلى وقائع المؤتمر الصحفي عشان نشوف الموريسيو هيقول إيه. ده احنا لو بنلعب في أرض الملعب مش هننهك كده، مش هننهك كده. أنا تعبان. موريسيو موريسيو ايوه ايوه موريسيو ايوه ايوه شغل فاخر. شفت عبد الحميد؟ لا انا جيت لك بقى. شفت عبد الحميد ولا محمود كلمني؟ جيت لك. ايه الاخبار يا موريسيو؟ لا ده شغل فاخر. لا عبد الحميد انا اللي عايز اسالك النهارده. اسالني. ايه رايك في رياض مارسيال؟ لا ده دليل انت مدرب ناجح. ايه رايك؟ خليني انا اقول لك بقى على حاجه. ده مدرب ناجح لان هو ما كانش لاقي نفسه بقى فين؟ في اليونايتد. والله انت لما جه يلعب بقى تحت ايد مدرب قدير لقى نفسه بقى. خلي بالك. الحمد لله. انا بقى اسالك بقى سؤال دلوقتي. ايدينا يعني نقطع شوط مهم جدا في المنافسه على الدوري. لسه 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 عم بيجي عندنا ماتشين مهمين بقى. مهمين جدا جدا جدا، لازم نركز عليهم، لازم التوفيق يبقى معانا. العيال لعبت لحد اخر دقيقه، بشكرهم جدا. I've got winners in my team يا عم بيجيد. لا ده اكيد اكيد. وان شاء الله يعني نكمل المسيره قدام فيورنتينا الماتش الجاي ان شاء الله. عايز تقول حاجه بقى قبل ما شكراً. نمشي؟ يلا في رعايه الله. المباراه الثانيه والخطوه الاصعب سيكا، يعني داخلين كل مدى كل ما الموضوع بيقرب، والحل الوحيد ان يعني دلوقتي انتر ميلان ما لعبتش الماتش الزياده، هنلعب ماتشنا، ممكن يكونوا بيلعبوا بعد، ممكن يكونوا بيلعبوا في خلال المباراه، ده اللي هنعرفه في النص الماتش. الخطه متثبته، نفس الكلام نفس التشكيله اللي لعبنا بيها. معلش يا جماعه، اخر 3 ماتشات عملنا روتيشن كتير وهيصنا ونزلنا لابسليه والشباب الحلوه، مفيش الكلام ده دلوقتي. عندنا ماتشات مهمه جدا، معلش كله يستحمل في سبيل بطوله الدوري. ماتش فيورنتينا على الورق اسهل، مركز 13 مركز ال 14 باين، يعني بيعانوا. ممكن يكون بنلعب خارج الارض، دي الصعوبه هنا، عندهم جمهور، مدينه غير مدينتنا، ما عندناش جمهورنا العظيم، لكن هي اخر مباراه خارج الارض خلصوها، ويبقى الفاينل عندنا في المصير ان شاء الله ان احنا نكسب الثلاث ماتشات اللي علينا. توكلوا على الله، احنا زي الفل. وعجبني الريمونتادا بتاعت الماتش اللي فات، الضغوطات ما تخلاش تاثر علينا. ماتش روما كان سهل، كنت شايف ميس باس كتير، كنت شايف عدم تركيز في ضغوطات. لا العبوا العبوا كوره تكسبوا على طول. مساء الخير. مين دي فرانشيسكا ولا فرانشيسكا؟ ازيك يا فرانشيسكا؟ الحقيقه اخر ماتش سجلت 3 قدام فيورنتينا، لكن يعني النهارده تختلف الوضع. النهارده يعني مفروض الدنيا فيها ضغط شويه على اللعيبه، انا متخيل ده. اللعيبه عايزه تكسب، عايزه تسابق الانتر بسم الله ما شاء الله عليه، او غير بسم الله ما شاء الله بيكسب طح شغال ضرب نار، مستنيين نشوف اكيد النتيجه، لكن احنا جاهزين لنادي فيورنتينا كويس قوي، حضرنا ورقنا. مباراه روما ايضا كانت اختبار جيد، واظن ان لعيبتي النهارده مش هتقع، مش هتستسلم حتى اخر دقيقه، وده اللي انا بوعده من لعيبتي. بس كده ما عنديش حاجه تانية اقدر اقولها. عبد المجيد فين؟ ولا محمود جه؟ وسلموا لي عليه. مين الاوتوبيس ده؟ صافينا الاوتوبيس ده عم عمر. الواد ده كاليفون، عنده خبرات كبيره، ده كان في ريال مدريد. تروح تصور معاه بقى ولا حاجه؟ مين اللي تصور معاه؟ انت كاليفون. على فكره انا ده كاليفون، انا مدرب كبير. عيب. ماشي عيب. طب تصور مع لاعب كده عادي. ما تشوف حضرت بس التشكيله بتاعتك صح. اتفرج بقى، تشوف الفرقه هتنزل تاكل النجيله ازاي. انك سبت فيورنتينا دي 4 النهارده وتيجي تقول لي بعد الماتش شكرا يا عم عمر يا خالد، يبقى بحق. والله انا نفسي هتشوف. فاجئني يا بسيوني. قابل وقعد بقى. ماشي. شايف انا ده باجيو ده. بيخوفونا. ده يا باشا على نفسهم. عندنا مارسيال كورني وكواني وكاليفون نور الدين مرابط. الناس دي سهلة تتلم، ما تقلقش. جمد انت قلبك بس. احنا ما خدناش 3 نقط النهارده قسما بالله، لقلحهم الشرطات دي. بما فيهم الجهاز الاداري؟ هشوف على حسب بقى النتيجة يعني. لم اتخيل اني اتعب بالشكل ده في الدوري الايطالي. لم اتخيل ان المنافسة هتكون بهذه الحدة حتى اخر ماتش. لكن على بركة الله. مين الواد ابو جيم فيس ده؟ شايف يافسكي في الروسونيري؟ لا خلي بالك بقى. سيبهم. يلا شباب. ضربه البدايه انطلاق شوط المباراه الاول. على بركه الله. مش عارف ليه دايما بيحوطني في الماتشات الاخيره دي صوت كابتن مدحت شلبي وهو بيقول خساره والله، يعني مش عارف تطلع من دماغي، لكن ربنا يستر. يا كلوست وحش قوي. قلت لك محتاجين نبيع. لا 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 كيني شكلي هبيع فلوست ولا ايه؟ حاسب بقى، حاسب الاخطاء هنا. الله يبارك لك. زكريا وحش. الكره خطيره. وحش يا ابن اللعيبه. الله كاليخون اهو اللي بقول عليه، اهو الوحيد اللي عنده خبرات في العيال دي يا جماعه، هو وكورني خطير. ما ينفعش. يا لهوي يا كلوست. صح روح كلوست. زي
رؤية اخطفيهم. حلوة مارس بونافنتورا عندهم يا جماعة كذا لاعب خبرة، خلي بالكم كذا لاعب خبرة. صح يا زكريا برنس والله. ودي يلا هوبو هي هي الواد ده فكرني بريمتش السنه اللي فاتت. الواد ده يا جماعه النهارده مارسيال يا ابن اللعيبه والله بيضحك عارف ان الموسم موسمه. قال لك لوكاكو يلا ها او هو اي حد يجي من مانشستر يبقى هداف دوري؟ مش غيره. هاي لكيسي احسن يا شباب. السباين بتاعنا هاي زكريا مارس كيسي في النص 29 قفلهم 30 قفلهم 35 كمان. ايه سكتوا ليه يا ملعب ريمم؟ حلوه ملعب ريمم دي. انت عامل لنا مشاكل مع كل الانديه. مشكله اهو انت عامل منكش مع كل الانديه. تكون مدرب في يوم من الايام وتمسك فريق كبير وتفتكر كلامي ده، لما تكون مدرب قبيح تخوفهم بدل ما تكون مدرب تتكل على عينك. عامل انت مشاكل، عملت تنكش في دول يا عم بقى. يلا ريبيتش. ولا يا مرز. يلا. ولا يا مرز. يلا. ها. ماشي. اوبا. ماشي احسن شباب. خلصوا بالتاني بدري. حلوة شباب. تاني ضغط مستمر. يا ابن اللعيبة مارس روح. بس تعيت بس ماتشنا. فريق راجع. العب كورة. يا فيقة حلوة. ما يركبكش كيسي هات. بطل يلا. سكونيا اعملها سكونيا. ارفع. يا رب غريبة كانت. قالك اديله اوامر يرفع. ليه بتعمل كده معايا اخر ماتشات يا سكه؟ ليه بعد الثقه دي كلها؟ ماتش سهل يا جماعه، ماتش سهل. يلا احسن يا ريبيتش، احسن. انا واثق فيك يا ابني، نكمل. وديله توني مارسيال. ستيفان الشعراوي. خلص يا شعرك يا ابن اللعيبه. جول حلو. شجاعه كبيره من الدفاع. ما تخلوش يشوط. دقيقة واحدة فقط. قلت لك ده لعيب ابيض، قاعد تقول لي زيكا. انا عايز زيكا. كلمت كلمة عمر خالد. الخطة هتنتهي دلوقتي. إيه الا ساكا. انا اقبل هزار في اي حاجة. انا بتكلم بالواقع. ما تتكلمش على ساكا عمر. انا بتكلم بالواقع. على اي لعيب الا ساكا. اداؤه في الملعب. ولا محاسب. ما تتكلمش يا حازم. لا. اداؤه في الملعب زي الزفت. جماعه ساكا جواندوزينو. هو ايه ساكا جواندوزينو؟ لا. هو ده اداء فرد الملعب في الشوط الاولاني؟ فريقي عنده محاضره مع عمر خالد وساكا يجي لي لوحده. ده ينفع يا عم ساكا؟ خليني اتخانق مع الفريق الاداري. بتضحك على ايه؟ مبتسم ليه؟ الماتش ده لو لبسنا 1-1 انت اللي هتلبسها. انت اللي لبستها ساكا وانا لبستها معاك. ليه؟ لاني باثق فيك. هو ده رد فعل لابوك؟ هو ده اللي انت بتقول شكرا لبابا في اخر الموسم بعد ما لعبك وبقيت 81 ورايت وينج ها؟ مش عارف تجيب واحدة كده ساكا؟ وعمالين نقول ساكا نجم الدنيا والواد اتفرجوا عليه. اخس. هنبدا الشوط الثاني بساكا؟ العب يا ابني. ده حلو ده. هنبتدي احنا الشوط الثاني بساكا. لكن كاستليخو لما كان بيعكها كان بيخرج. حلوة. ايه حكم؟ صح كيسي. يا ابن اللعيبة. استخلاص الكرة في منطقة. معلش يا كيسو اضغط على نفسك تاني. بطل بقى يا ابن الله. حصان. ماشي. اجري بقى. اجري له. مارف يا ريبتش مارف. ومسخن مصطفى ومسخن. ارجع فيكو غطي مع كيس. يلا. تعال مصطفى. انزل يا مصطفى. يلا كلوست. زيد يا كيني. يلا شباب لسه بدري. انا وقت. جم ما تسرقش. يلا. شوف اللقطة. يا ابن اللعيبة. الكرة اللي تخرج من قدمه. خلص يا مصطفى خلص. في التنفيذ هذه اللقطة. تركيز عالي مطلوب. اهدى. تحتاج للمسة ساحرة في هذا التوقيت. تحت. هل عليه استغلال المساحة؟ ساكا. هجمة مرتدة. صاصة. صح ماشي. مارسيال. ماشي. ثيو هرنانديز. هوب.
والله مكتوب لنا والله مكتوب لنا والله مكتوب لنا سلم عم مايلو سلم عم مايلو سلم عم مايلو هي مكتوب لنا الاصرار ده هيجيب دوري الاصرار ده هيجيب دوري اوف لا لا ما فيش كده في الدنيا والله ما في كده في الدنيا ايه ده ايه هات لي حبايتين تحت النساء خد 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 هات لي حبايتين تحت النساء خد بسرعة امسك ايدي بترتعش والله تحت مش عارف يجيبها يلا يلا فيكم يلا فيكم انزل اعتنالي اقفل لي نص الملعب وحد ابوك اطلع بالثلاث نقط اقفل جنب كيسي خالص محدش عدي يلا تونا يلا تونا ربع ساعة رجالة ربع ساعة على اخر ماتش تونا صح صح هو ده بس 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 نهدى 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 هدي الريت هدي الريت صح جنتر صح او صح او يلا شباب يلا شباب خمس دقايق يلا يلا اهدى اهدى عراس عراس معلش معلش ضغطينا شباب ضغطينا شباب ضغطينا شباب ضغطينا يا ضغط 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 صح حمر صح حمر صح 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 ودي ودي باص صح روح 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 هو تاني يا راجل بطيء 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 يلا معلش 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 يا رجاله صفر حكم حكم يا حكم يا حكم فينيش حكم انت بص بص الكلام مع ماما بص الكلام بص الكلام بص الكلام قلت لكم حد اخر ماتش انا موجود فضلك فضلك يا شباب احسن رجاله مش هنسيبها مش هنسيبها ندخل احنا على الانتر واحنا قلبنا جامد في نهائي الكاس سوي فريدريكو زي ما شفت زي ما شفت ماتش صعب الماتشات الاخيره دي باين باين قد ايه ان مش هتعدي على خير باين قد ايه كل ماتش كانه نهائي بالنسبه لنا بنلعب لحد اخر دقيقه الكوره النهارده بتوفق فيها كره الشعراوي طبعا لكن كل اللعيبه عامل اللي عليه النهارده كنا افضل ايضا الاستريس غير طبيعي على العيال العيال عندي كلها شباب كلها عيال صغيره للمستقبل فانا بشكرهم والله حتى لو خسروا الدوري حتى لو بفرق النقط انا بالنسبه لي عملوا اللي عليهم واكتر النهارده ندخل ان شاء الله على ماتش الانتر ميلان في الكاس واحنا رحنا المعنويه عاليه جدا لسه ضاغطين عليهم في الدوري لسه ممكن حد يقع فينا واظن الماتش الكاس ده هيفرق كتير في مسيره الدوري تقول لي ازاي اقول لك مش عارف لكن نفسيا هيفرق نفسيا هيفرق جامد لما تكسبهم في الكاس ممكن يبقى حد مضغوط اكتر من الثاني فلكن بقول للعيبتي شكرا بقول للجهاز الفني شكرا بقول لمايلو شكرا بقول لجمهور الميلان بجد شكرا حتى اخر دقيقه وحتى اخر ماتش في السان سيرو الدوري هيكون عندنا بسم الله الرحمن الرحيم ماتش في النص ملوش لازمه يعطل الدنيا جدا لكن هي بطوله تانية تعالوا ننسى الدوري خالص وننسى اللي بيحصل في مدعكه الدوري اللي احنا ماشيين فيها كويس جدا ونلعب على بطوله النهارده بطوله تفرق مع النادي كتير ما خدناش كاس بقى لنا قد ايه البطوله النادي العظيم ده ما دخلوش بطوله بقى لها قد ايه النهارده عشان نكسب الكاس ده حتى لو خسرنا الدوري الجمهوري يبقى متقبل واحنا داخلين شامبيونز ليج السنه الجايه حتى لو عملنا اللي علينا وفوزنا وخسرنا فرق جوان يبقى الجمهور متقبل ان في بطوله في النادي النهارده كمان مش تكسب بطوله كاس على 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 قفا فيورنتينا ولا على قفا حد اهبل لا انت بتلعب على على حساب الغريم التقليدي بتاعك النهارده بتدي لهم رساله في الملعب ان انا افضل منك وان انا اللي استطيع ان انا اكسب دوري كمان الاثنين هيتمثلوا في مباراه واحده الخصم اللي انت عايز تكسبه النهارده هيلعبك بعد 3 ايام هيروح يلعب اخر ماتش عنده ارهقوهم العبوهم كوره جروهم اتعبوهم نفسيا وبدنيا وخلوهم يفهموا ان الميلان الدوري هو الاحق بيه اللون الاحمر النهارده هيتزين بيه مدينه الميلان النهارده هنحتفل وهنرقص لكن مش هنحتفل النهارده حتى لو خدنا الكاس هنحتفل بعد 3 ايام بالثنائيه سامعين يا رجاله على بركة الله مساء الخير يا أستاذة وقاع المؤتمر الصحفي مش أي مؤتمر ده عم يجيد مش أي مؤتمر والواحد سعيد ان انتم موجودين انت ليه بتجيب مايلو معاك المؤتمرات مايلو بتفائل بيه زي تميمة الحظ كده كل مدرب بيبقى ليه تميمة حظ مايلو متواجد معايا دايما في غرف الملابس اللعيبه بتحبه جدا بيعمل جو ده نوع من الألفة جو من نوع الألفة التدريبية متفهمهاش عم يجيد فالنهاردة it's all motivation النهاردة اللي هيكسب كاس هيكسب ديربي
هيكسب جمهوره، هيكسب نفسيا في الدوري. النهارده النهارده ماتش مهم قوي يا عبد المجيد، ماتش مهم قوي قوي قوي. احب اخد السؤال من فريدريكو ايضا، لان يعني حاب شكله عايز يسال. ديفيدر دوفون دا بيدا دي سينا دي بولو دي لي كابو دي بي ايطاليانو. احنا جاهزين لينا كده بوتي دي جريسكو دي باري باتون سالي دي فيسلانا بول. لا 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 اوعى تقول كده فريدريكو. احنا كسبنا زي ما هم كسبونا 3، احنا كسبنا ايضا ماتش صعب برحيل لوكاكو وجود إيساك أيضا موهبة لا يستقل بها أبدا، لكن أعتقد أن احنا اللي فايزين في الآخر، وإحنا أفضل منهم بكتير، وروحنا المعنوية هتدل في ده في نهائي الكاس إن شاء الله. احنا متعطشين قوي، احنا غلابة قوي يا فريدريكو، ونفسنا نكسب بصراحة. دلع نفسك وابسط نفسك وابسط جمهورك ولعب كورتك، سيبكوا من ضغط الدوري، ده ماتش واحد هيطلع واحد مننا كسبان، واحد قاتل التاني. شكرا للزميل حازم مرعي، وشكرا موصول للمدرب الكبير جدا الموريسيو في نهائي كبير للغاية على ملعب السان سيرو، نهائي الحلم ونهائي الكوبا دي إيطاليانو، النهائي الكبير بين عملاقي ميلان الانتر ميلان والإيسي ميلان. هذا اللقاء الذي يحمل الطموح لكلا المدربين بقيم ميلان الكبير البيج ميلان إيسي ميلان بقيادة الموريسيو، أما الإنتر ميلان بقيادة الأنتوني كونتي الباروكا. علامات الترقب على وجه الموريسيو اللي يشمر كمامه ويطل بنظراته ويلعب بالشولدر ويقول أنا هنا، أنا المدرب الكبير، أنا نمبر ون، أنا السلطان نمبر وان، إزهير نمبر وان يا سادة، وش هالسكر الزيادة. يرتشف بعض قطرات الماء من لأجل أن يجري بعض عمليات الإحماء. إذن سمير هاندانوفيتش في حراسة المرمى، ثلاثي خط الدفاع فيليبي سكرينيار سانشيز القادم من توتنهام أمام دريسا جاناجي، ورباعي خط المنتصف جواو ماريو باريلا كوفاتش وحكيمي، وثنائي خط الهجوم ساك ولوتارو مارتينيز. يلا 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 شلالة تكون يا ماتش الموسم، ماتش الموسم. الله اكبر، هي توقعات وتحمل دائما بالامل من اجل الفوز بهذه البطوله، خاصه لكتيبه الاسي ميلان الميلانيستا، وخاصة أن تايو معاك حكيمي على طول بقى. هي كرة خطيرة، هي كرة خطيرة، ولكن زكريا بالخطأ الدفاعي الناري يضرب ولا يبالي إيزاك بالهدف الأول لمصلحة الإنتر ميلان. هدف يأتي في توقيت أكثر من ممتاز لمصلحة الإنتر ميلان، بينما في توقيت بالغ الصعوبة لمصلحة الإيسي ميلان وكتيبة الموريسيو. نار 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 يا حبيبي بين هؤلاء الكبار في هذه المعجنة الكروية الكبيرة وهذه البطولة النارية، بطولة الكوبا دي إيطاليانو. 1-0 يا أنطونيو يا كونتي. خلاص نلعب بقى، ديناهم جون اهو، يلا نديهم جون عشان فايسة. العب 1-0 من الأول اهو، يلا. هي انطلاقت عن أنتوني مارسيال هدف عن دوري الإيطالي برصيد 28 هدفا أو 29 هدفا، انطلقت اليوم من ناحية أنواق الأيمن، ولكن الدفعات الميلانية لمصلحة فريق الإنتر حضرة وبقوة. صح كيسو قوي، شيء كبير يا عمري، شيء بطل كبير بطل يا عمري. العب. هي انطلاقت ستيفان الشعراوي أنتوني محمد مصطفى، مصطفى محمد، سمير هاندانوفيتش أبو سامر السكرة في حراسة فريق الأفاعي الإنتر ميلان. كوفاتش يمرر الكرة عند لوتارو، راجع بريلا بريلا بريليلا صحيح هالليلة، جواو ماريو، ماريو حذري حذري من هذا اللاعب الأقرع الذي يطل بإطلالاته ويلعب بمهاراته من ناحية الرواق الأيسر، يلعب الكرة لباريلا، باريلا إذا موني الإيسي ميلان بالهدف الثاني انتهت السهرة الكروية على ضمانتي، ولكن نبيل فكر يقول أنا هنا. هي انطلقت نبيل، نبيل أنتوني مارسيال بالكرة، أنتوني مارسيال بالكرة، أنتوني أنتوني خلاص هي
ادعو ادعو نبيل فقير هو الفرنسي من الأصول الجزائرية. نبيل فقير يحرز الهدف الأول ويتعادل لمصلحة الميلانيستا بتمريرة أكثر من ممتازة لعنصر المفاجأة والعنصر الدائم في كتيبة الميلان هو الأنتوني مارسيال مستر أسيست ليحرز التعادل. ودي فرحة ودي فرحة دكة البدلاء انتي رابيتش وساكا ايش هالليلة يا حبيبي وايش ليكون يا غصن الليمون. هو هو يا مايلو هو هو يا مايلو افرح يا المايلو بهذا التعادل الناري. اخرج يا مايلو صح 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 راجع. لو تارو مارتينيز الارجنتيني في هذه الأوقات الصعبة على كلا الفريقين 35 دقيقة من عمر الشوط الأول يمر حتى الآن بالتعادل الإيجابي 1-1. لا يا كيسي باريلا ولكن الدفاع باريلا يلعب الكورة ولكن يطلع دوناروما لمصلحة الإسكرينيار فيليبي. حذاري من هذه الكرات يا موريسيو أمن دفاعاتك أغلق خطوطك. دون الروما الحارس الأمين بالمرسان يا حبيبي بالمرسان كيسي فرانكيسي مارسيال هي كرة الهدف الثاني ما زالت بالطريق يا حبيبي ما زال ولا يضرب ولا يبالي نبيل فقير بالهدف الثاني. هي ليلته هي طموحه هي ليلته هو بالهدف الثاني يضرب بهدفين مقابل هدف. نجم الشوط الأول والمباراة حتى الآن بدون منازع هو الفرنسي نبيل فقير يا موريسيو هدفين مقابل هدف. نور عم كونتي ريمونتادا بسيطة في الشوط الأول حبيب قلبي نقلب بها معطيات الأمور بهدفين مقابل هدف. أقل من دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين مقابل هدف. رجالة رجالة يا عم عمر الأولاد يا عم عمر تسمح لي أكلم أنا بقى يا عم عمر دول رجالة دول ولا إيه تريح أنت خمسة عشان تلحق هم دول رجالة بتاعتنا ولا إيه إيه ده أنت بس عشان ما تقعش مننا إيه ده أنت خمسة وأنا هتكلم مع الشباب. عاش أهو الشباب أداء أكتر من ممتاز أداء أكتر من رائع استحقنا نتقدم بهدفين مقابل هدف حقيقي استحقناها. زكريا عادي خلاص الموضوع عدى دي احنا جبنا 3 جوان جون في نفسنا وجونين فيهم يعني احنا احسن بكتير قوي ما كانش ليهم اي خطوره غير كورتين واحنا افضل على مدار ال 45 دقيقه. وعجبني الروح خدنا درس في ماتش روما وفيورنتينا ازاي نرجع الجرينتا كابتن الجرينتا هو ده اللي هيخليكوا باقيين النهارده 45 دقيقه كمان واول بطوله في عصر الموريسيو في الميلان جايه بعد شويه جايه سخن يلا شباب العوده لمجريات واحداث الشوط الثاني من هذه الملحمه الكرويه يا الساده بين الانتر ميلان الايطالي والايسي ميلان الايطالي ايضا نهائي الكوبا دي إيطاليانو الكأس الإيطالي بين متصدر الدوري هو إنتر ميلان وبين الوصيف حتى هذه الأثناء هو الإي سي ميلان. ولا 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 انتهت أحداث الشوط الأول بهدفين مقابل هدف صح مصطفى أول اللاعب الفرنسي نبيل فقير وهي كرة الثالث كرة الثالث كرة الثالث لا 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 بالهدف الثالث خلاص كنسب ثلاثة أهداف يا سادة يزين الليلة ويزين النتيجة مش كده بالإيطالي أنتوني مش كده يحي بالإيطالي ولا يحي كده يحي بالإيطالي كده ولا إزاي يحي إلع يا كونتي بالهدف إلع يا محمد يردح له وكله اقلع هذه الباروكة المستعارة واطلق علينا بهذه القناة دول اللي يستحقوا الدوري. أنتوني مارسييل بالهدف الثالث يا المايلو صح إي سي ميلان هو الأفضل في مالك يا زكريا مالك يا حبيبي انطلاقة زكريا
الذي يطلق يترك مكانه والرابع ولكن ضيعة كانت ستقتل هذا اللقاء دراماتيكيا بالهدف الرابع. ولا مزيكو مال اوف ذا ماتش، انت مال اوف ذا ماتش بعد الغلطة، انت عملت الصح. الواد راح عمل اسيست، والله العظيم يا جماعه مش ممكن راجل. ولا يا ولاد يا ابن اللعيبه، روح شعراوي يا رب. استيفان الشعراوي عنده فرصه على الكره العرضيه، يصوب لسه الكره يا راجل، ولكن تصطدم بالدفاعات الافاعي. مباراه صعبه على كلا الطرفين، ولكن تذهب هذه المباراه رويدا لمصلحه كتيبه الموريسيو. ثلاثية مقابل هدف حتى هذه الأثناء. يمرر كرة إيزاك كوفيتش، يصوب ولكن عملاق إيطالي كابتن دوناروما. انزل كلوس بدل زكريا، يريحولي عشان آخر ماتش. شو الليلة تكون؟ ولا ليلة الطموح يا سادة، انطلاقة إيزاك. ولا عفوا، إنه اليوم، إنه اللاعب اليوم الذي سيكون قاب قوسين أو أدنى من مغادرة الفريق الإيطالي في الموسم المقبل. انطلاقة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ولكن الميلان راجل يلا كتيبة الموريسيو يقدم أكثر من ممتاز وأداء أكثر من رائع حتى هذه الأثناء. صح كلوس، صح مارسيال يستعيد الكرة. معلش صح شعر خلص يا شعراوي. الشعراوي اقل من 8 دقائق تفصلنا عن هذا اللقاء وهذه الملحمة الكروية الكبيرة. ضعيف ما يلعب. واللقب الاول في هذا الموسم لمصلحة الموريسيو والمنظومة. صح والله بطل يا تيو، والله بطل للإيسي ميلان. نبيل فقير يصوب، ولكن سمير ابو سمره انزل اشتدك اركب شيذنا تغيير. اهلا فيكم اهلا فيكم بخروج نبيل فقير مان اوف ذا ماتش من وجهه نظري، ونزول عن شتندل اللاعب الالماني بدلا منه. مارسيال لاعب من طراز فريد، وبهذا الانتصار حتى الان يدخل كتيبه الميلانيستا لقاء الجراند فينالي في الدوري بروح عالية وبروح مرتفعة. دي مش كورة، وبهذه المزيكا هذه المزيكا تيكي تاكا الإيطالية تعلمكم اهي بأيادي مصرية. يا سلام يا تيكي تاكا، يا سلام يا سلام على أجمل الأقدام. هي كرة الرابعة ولكن تنتهي السيمفونية. تنتهي عم حازم الأولى، بطولة عم عمر خالد الميلان الكبير. هو فين؟ ينضم لي خزائن النادي الإيطالي يضرب ولا يبالي بكوبا إيطاليانو. يحتفل الموريسيو وجهازه المعاون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الكوبا الكوبا دي إيطاليانو، مجهود كبير. كامبيوني كامبيوني أولي 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 كامبيوني 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 أولي 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 لا 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 مجهود يذكر على مانور من على مانور زي ما تمسك عيالها كده في الملعب. تعال الكبير الكبير تعال مايلون الموريسيو وجهزه تعال تعال مايلون مدرب المساعد المخضرم عمر خالد مايلون زكريا ناجح جدا كله يجيب ابنه ارفع دول يلا مايلو يلا مايلو انتوا ارفعوا كاس مش عايز ارفع. انتوا الابطال، انتوا اللي عملتوها السنه دي ابطال، انتوا تستحقوا دي. يا دونا يا كلوست يا زيكو يا تايو اتبسطوا يا اولاد، اتبسطوا يا اولاد، حقكم طول الموسم. ولسه بعد 3 ايام ولسه لا لا يلا يا ميلان يلا يا ميلان كله يا ميلان يلا يا ميلان يلا يا ميلان كله يا ميلان يلا يا ميلان كله يا ميلان. الليله ليله ده انا وسرور. ايوه يا دونا يا دونا روما.
عندنا دوري عندنا دوري. خلاص خلي العيال تصور اخر صوره اخر صوره اخر صوره. خلاص كله يتصور عشان نلحق. صور لنا ده عمر سيلفي عشان ننزل على الشباب كله ينزل يا جماعه البطوله على بقى على السوشيال ميديا. ادي ادي الابطال ادي الابطال بقى. ده انتوا هتنزلوا في كروت الالتيميت الاسبوع ده بالحضن يا عم جيل. اخويا اخويا اللي مشرفنا اخويا اللي مشرفنا شفت عم جيل اخويا اللي مشرفنا. اسم مصري ولا ما في كل حته؟ لا 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 اسم مصري يلا. ده احنا يعني يا لهوي انا عايز اقول لك كلنا حبيب. من ماسوره الصحفيين بقى والمدرجات كنا بنشقلب حبيبي. لا حقيقي يعني حبيبي معلش العيال العيال قاعدين يحدفوني فوق. لا 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 انت الواحد دايخ والله دي فرح هي دي. لا لا الواد جوندوزي يعني شايف ترى ده جوندوزي يهدى سكويا يرفعوني فوق يرفعوني فوق. ومره فسوني وقعت على الارض يا لله والله العظيم. يا شباب بقى الحمد لله شباب وبتنبسط. انا مش هتكلم معاك في حاجه مفيش حاجه تتقال. الواحد الواحد عايز يشكر الجمهور عايز يشكر الاداره عايز يشكر بصراحه كل واحد امن بينا النهارده. فكير عوضنا بعد جون صعب عبد الجيد في اول الماتش يصدمنا بعد جون يقربهم جدا. فكير لم يستسلم. زكريا بعد الغلطه لم يستسلم. سكونيا هو قاعد على الدكه كان ممتاز النهارده. جواندوزي ايضا كان ممتاز اخوه على الدكه. حي فريق كبير فريق كبير. وانا ما يهمنيش والله العظيم همي ان انا اكسب الماتش الجاي. لكن والله ما همي اكسب دوري ولا لا طول ما اللعيبه دي بتلعب بنفس الاداء الرجولي. عبد الجيد عايز تسال حاجه ثانيه قول لي قول لي. انا اليوم الوحيد اللي ممكن اجاوبك انا كده تمام. يعني شوف اليوم الوحيد اللي بقول لك هجاوبك مش عايز تسال. لا لا فرحه الفرحه الفرحه حلوه الفرحه تضغي على كل والله شيء. والله العظيم اقول لك على حاجه انا هكتب اسمك في لستة المكافئات. بالله عليك حبيبي عم جيل انسان محترم تعال استلمها من سان سيرو. يلا بينا حبيبي يلا استاذنك انا عشان العيال بيقولوا عاملين بقى النهارده اوبن بوفيه ودرمغه و طب اجي ما اجي تعزمنا اجي. لا مش الدرجه دي. بالله عليك لا مش هينفع. ساندوتش والله ما ينفع. طب كفته عم جيل كفته مش هينفع. كفته مش هينفع. اقفل يا ساك. الحمد لله الحمد لله. طب انا صدعت يابا. 2 hours later. طب انا دماغي وجعتني يا عم. خلاص انا فخور يا عم احنا واخدين الكاس يا عم. لما ناخد الشامبيونز ليج هتعمل ايه؟ فخور بيكو يابا. انا سعيد بيكو. خلاص ما هو فخور يا سعيد حقيقي. مستمتع مستمتع يا حاج. ايوه الله ينور عليك. بس حب هدوء بقى بس يا دي النيلة علينا. فخور بيكو. ما هو انا كمان على فكره انا مدربك. والله فخور بيكو. انا مدرب مساعد معاك انا كمان فخور. كل اللي طالبه هو الفوز النهارده. والله تستاهل والله تستاهل. سقف عايز خلاص. ماتش واحد قدام ساسولو مش طالب حاجه طالب ثلاث نقط. اللهم انصرنا في المباراه القادمه امين. اللهم اعنا على الثلاث نقاط امين امين. اللهم دمر فريق الانتر تدميرا امين. وادعي لتورينو. اللهم انصر فريق تورينو على فريق الانتر يا الله آمين. اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا آمين آمين. يا رب خير يا رب خير يا اولاد. عملنا اللي علينا كسبنا الانتر نفسه. اتمنى ان هو يكون حتى لو كسب دوري يبقى لا مؤاخذه احنا ايه تفينا على التورته تفينا على تورته الدوري بتاعته بالهزيمه القاسيه في ماتش الكاس. انتوا اعلى انتوا احسن فريق في ايطاليا انتوا افضل فريق في مواهب موجود في العالم. بقول لك يا موريسيو انا سامع كلام كده عدم مؤاخذه ان انت جاي لك عرض من باريس سان جيرمان. الكلام ده صح؟ طيب الكلام ده انا هطلع لكم الورق. بالله عليك الكلام ده صح؟ اتفضل يا بيه. ده عرض ده عرض باريس سان جيرمان رسمي. بالله عليك باريس باريس سان جيرمان. بالله رسمي. عليك يا بص ما تتكلمش انت امبابي يا عم يا عمي نجيب هالاند بقى يا بيه ونجيب هالاند. بالله عليك عايز اروح باريس ليه؟ عايز اكل الاسكارجو هناك. عايز ايه الاسكارجو هناك؟ ايه الاسكاردون ده اللي بيقول عايز ايه؟ بالله عليك في هناك بونا بيتي فرع الشانزليزيه هناك بقى يا اختي بيقولوا الجمبري بتاعه ابن كلب جمبري ده عليهم شامبيوني كامبيوني حكايه. بالله بيقول لك حاطين لنا بادجت 150 مليون واه يا لهوي بالله. شوفوا الكلام ده كله ومش هسيب. لا يا عمي انا قاعد هنا اكل باتيزي واكل باستا واكل الفريدو واكل ماكدونالدز بفرحه. ماكدونالدز آه. هنفضل عايشين على القحط ده لحد امتى؟ هنفضل هنا في ميلان يا عم. عايز اكل الباتيبال كبير مع احلى شباب في الدنيا. شباب هو احنا طالعين الكامب شباب مين يابا؟ مستقبلنا أحلى. سيبني اكمل الجمله عشان ده يعني مفيش فرنسا مفيش باريس سان جيرمان. اللعيبه ممكن تقول لنا رايها في الموضوع ده لكن انا بقول لكم انتوا يا لعيبتي النهارده انا معاكم وفي ظهركم. الفريق ده هيحتل العالم وحازم وعمر معاكم هما بس بيدوكوا ده حماسه. لكن انا النهارده هنا والبطوله هنا لسه هنا ان شاء الله
وفكرة ان احنا نفوز على روما في اخر دقايق تعني كتير. فكرة ان احنا نفوز على فيورنتينا بجونزا لابوكا تعني كتير. انا بس عايز اقول كلمة للعيبة انه احنا بنلعب على المكسب، ما يهمناش النتيجة، حتى لو الفريق التاني كسب، الفريق التاني خسر، الفريق التاني تعادل، دي مش قصتنا، بنلعب على المكسب 3 نقاط وبعد كده نبص على الانتر عمل ايه وعلى الله بقى. زي اجويرو جاب دوري المانشستر سيتي في اخر ثانية. اجويرو اتمنى النهارده اكون ساكا على طول. تفضل الناس في ميلان. طب خد بق ميه عشان انت هتشرق مننا، خد بق ميه بس. خدوا انتوا بق ميه، يلا توكلوا على الله وارفعوا راسي ووروني الكوره اللي حاولت بقالي فتره كبيره بشربها لكم وتفرجوها للعيبه في اخر ماتش في الموسم. وقبل ما نخش على الدوري لازم نبص نلقي نظره احنا فين دلوقتي. الدوري اللي واقف بشكل مميت 90 نقطة. اليوفي اللي قدرنا ان احنا نشيل السيطرة من عليه اخيرا في اخر سنتين في المركز الثالث بصعوبة جدا. نابولي بيحتل المركز الرابع في اخر يوم ويسبق ساسولو اللي هتبقى عايزة ترد كرامتها وانها تتأهل لمباراة الشامبيونز ليج على حظهم منها في ماتش. انا عندي دوري وهم عندهم كاس، وايضا تورينو اللي هيلعب الانتر عنده حلم اليوروبا ليج ان هو يسبق كالياري وان هو ينط كمان على ساسولو لو كسبناها وياخد المركز الخامس. مباريات دموية، مباريات مش عارف ما تعيطش والنبي، مش عارف اتكلم والنبي ما تعيطش، انا بخاف لما بتعيط. دخل اللعيبة عشان ما يشوفونيش كده. لا 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 دخل اللعيبة عشان ما يشوفونيش كده. شوف مايلو عايز ايه بس. يلا شباب، يلا شباب، قد تكون اليوم والله ثقتكم فوق، رقبتكم فوق. بحبكم والله، والله بحبكم. جمهور استمتعت بيه، دعمني وسندني ووقفني ورجلني وخطفني وجالي وقال لي يا ميلان الدوري، يا ميلان الدوري، يا ميلان الدوري في الملعب النهارده مش هنسيبها، يا ميلان يا ميلان يلا وهوب نلاقي يا ميلان. خلاص 90 دقيقة إلى الحسم، ما عنديش كلام أقوله يا عم عمر. سيبها على الله، جاي لي صداع نصفي يا عم عمر. أنا تعبت، إحنا إن شاء الله العظيم الضغوطات الشغلانة دي بتأثر العمر. نكسب على الله بقى زي ما تيجي. بيقولوا علينا بنعمل فلوس في أوروبا ومستمتعين وما نعرفش إن إحنا عمرنا بيتقصف يا عم عمر. بقول لك إيه، أنا أحمد كمال كلمني عايز يخرج معانا بعد الماتش. أحمد كمال إيه، نحتفل بس ونبقى نعزمه على أي حاجة. نحتفل بس، نحتفل النهاردة. معدت طيارة خاصة تجيبه من الشروق. منين؟ من الشروق. دي اللي هي بعد الميلان. بعد الميلان بحطتين كده. يا رب يا رب يا كريم انصرنا، يا رب يا كريم انصرنا وقع لي انت. تابع لنا على الراديو على طول الماتش. انا قاعد اهو. قلنا وركز معانا يا عم عمر. انا قاعد اهو. افتح اللايف سكور. افتح اللايف سكور على طول. انا قاعد اهو نشوف ايه. افتح صوفي اسرع. انت اللي هتجيبها. باذن الله هترفع الدوري النهارده. دوري في السان سيرو. معناها كتير ان احنا بنلعب على ارضنا النهارده. الجمهور ده جاي يحتفل، الجمهور ده جاي يرفع بطوله. وثقنا في ريبيتش اخر ماتشاته، قد تكون قد يرحل. ساكونيا كلوسترمان، حلوه كلوست. يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. بطيء قوي، بطيء قوي وممل قوي. مزرت الكره. ايه فيل؟ لا لا ايه ده في ايه؟ يا ساتر يا ساتر. يا نهار اسود. لا يا جماعه، لا يا جماعه، متابع اخبار الملاعب، لا يا جماعه الفريق عنده دافع. نعم، وذلك بعد مرور 90 ده مسعد ابو النجا بيقول لنا ان 1-0 النابولي ده ماتش تاني، فانا مركز معاه بس اشوف فيه. يا رب نسمع ان تورينو عمل حاجه. يفقد الكره. ما نركزش مع الانتر. العب انت يا ساكا. حكم حكم جود جاد، صح 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 جود جاد يا حكم. قول لي لا عارف ساك ابني انزل مسخره. بنروح على الواد. يلا 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 العب السهل، العب السهل ودي. ويلا بالله عليك ما تتوترش، ما تتوترش. هيا 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 فاموس. لسه لسه الانتر ايه؟ لسه لسه الانتر ايه؟ لسه ما عنديش معلومات لسه. حطوا الضغط عليهم، حطوا الضغط عليهم في ودنهم. هيعرفوا ان احنا جبنا جون دلوقتي، هيعرفوا ان احنا جبنا جول. يلا 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 يلا، حتى الفوز، انا اريد الفوز فقط. مارس مارس مارس. سكت مايلو، هدي مايلو برا، سكت مايلو. قول له بابا كويس، قول له بابا كويس. هيموت يعني على ابوه، هيموت على ابوه.
ما تدخلوش الملعب ننتزي يعملوا لنا قضيه ولا حاجه. افتح بس جبهتك. ايوه ادي صح صح. رايق قوي رايق قوي رايق قوي رايق قوي. حلوه حلوه احسن. هي دي الكره الجماليه اللي احنا عايزينها. هي دي ولا ساعات الجول 30 هدف. الهدف ال 30 يا مصر. هدف ال 30 يا مصر. حرام حرام والله. هداف الدوري بقاش بيفوز باللقب. هي احسن يا بتش احسن. الانتر ايه يا ابني؟ لسه لسه يا مسهل يا مسهل. حلو حلو حلو. يا رب يتعادل يا رب يتعادل. نأمن احنا بالجول التاني بس. انت موريسيو جوسان طيب؟ ايه في ايه؟ النهارده يا موريسيو ايه في ايه؟ تميت 100 ماتش مع الميلان يا موريسيو. قالوا النبي مهني عمر خالد دلوقتي. والنبي مهني يا عم. ده انجاز تاريخي. سيبنا بس سيبنا شباب بالله عليك. فاشد حالاتي انجاز تاريخي ده. مش وقت انجازات يعني. مارسيلي يقول انه فرحان بالدوري بهدف دوري. عايزين نكسب الدوري. كيسو كيسو. قفل. ينزل طق 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 طق. الحمد لله. وراجل يالا. طلع طلع طلع. ايه حكم؟ ايه حكم جايبه بالتيشيرت يعني؟ لا 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 والله عصبي ما بستحملها. والله العظيم عصبي ما بستحملها الحلقات. لا 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 لا. صح صح صح. روح روح روح. ماشي ماشي ماشي. الواد ده معاه انذار يا مرز. لا 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 لا. حسيت ضربة الجزاء. اهدى 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 اهدى. صح ما تروحلوش. حل بس عليه. حل عليه يغلط. حل عليه. ماشي 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 ماشي. ما تضغطش اي حاجة. حرام 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 حرام. فريق هجومي بحتي. فريق هجومي بحتي. لسه لسه عم عمر لسه عم عمر. يلا لسه يلا عم عمر. يلا شباب مفيش حاجه. احنا دورنا ان احنا نفوق الفريق. ما يلا 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 في شوط ثاني. لسه ثاني. يلا توتر العصب ده. بعدين توتر العصب ده. حلها سنحلها بالعون في الشوط الثاني. ليه 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 توترنا ليه توترنا ليه؟ عادي لسه كده 0 0 عادي. يلعب ماشي ماشي ماشي. يلا 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 يلا. اتاكدوا لنا من نتيجه الميلان يا جماعه. اتاكدوا لنا من نتيجه الميلان. الانتر متعادل 1-1. الانتر متعادل 1-1. يعني الدوري في الملعب. انا مش هتكلم اكتر من كده. عنديش حاجه اقولها. لما الاقدار كلها تبقى بتساعدنا واحنا مش عايزين نساعد نفسنا. النهارده ماتش صعب. ضغوطات. عارف ان احنا جايين من كاس. وعارف انهم بدنيا احسن مننا. لكن دوسوا على نفسكم. دوسوا النهارده على نفسكم. 45 دقيقه كمان فيها دوري. 45 دقيقه كمان فيها دوري. انا حاسس ان الانتر هيخسر. على الاقل هيتعادل. قلبي بيقول لي كده يا اخي. قلبي بيقول لي الموريسيو النهارده ربنا بيزقها. النهارده بقول لك الانتر هيقع. لو احنا ما استغلناهاش انا همشي. انا همشي واروح باريس. لان مفيش اسهل من كده فرصه. مفيش. يلا شباب يلا شباب. بسم الله بسم الله بسم الله. يلا رجاله. انزل يا عم كيني. انزل يا عم كيني. اعمل لي الجبهه الهجوميه بتاعتك. اعمل لي انطلاقاتك. يلا شباب يلا شباب. نهدى نهدى عادي. معانا 45 دقيقة نجيب فيها جول واحد. محتاجين جول واحد. صح 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 صح. الحق الحق. يا سلام. حلقة للتاريخ. انها دول انها دول عم مثل الرجال يابا. بس يابا مايلو. شوف ماله. شوف بابا ماله. مايلو شوف بابا ماله. شوف بابا ماله يا مايلو. النتيجه هدف لهدف. يا لهوي دي شغلانه. على دي شغلانه. اللعبه سنطرت. يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت ابني شفت ابني شفت ابني. هيهاجمونا يا جماعه. هيهاجمونا. خلص. صح 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 صح. 1 2. روح روح روح. ادي 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 ادي. يا راجل بلسكه. شفت يا ابني. تعال جواندو تعال جواندو. في تغييرين من جرم المدرب. انزل بدل فكير في اللي نص الملعب. وانزل يا مصطفى. احسن يا ليو. يلا يلا بره بره. اخر ماتش. شوف شو وشك تاني هنا في النادي. ماتش الانتر مش منقول ولا ايه؟ فيش اخبار بتجيلنا عنه. شكله لسه 1-1. شكله لسه 1-1. صح جواندو صح جواندو. اقدر رول. ودي اوف. حلوه حلوه حلوه. روح خلص خلص. انت خلص. انت بالار 2 خلص. انت بالار 2 خلص. انت طب الار 2 حبه مجهود. عملنا اللي علينا.
اصبر. عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا سان سيرو، عملنا اللي علينا سان سيرو. حياتش حياتش يا اسطى. وديت اور جامب حلقة فول مارك، عملنا كل في ايدينا. لا 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 نعرف الخبر عديها 90، عديها 90 ونعرف الخبر. 10 دقايق 10 دقايق عايز مجهز التيشيرتات اللي معلق مكتوب عليها وي ار ذا تشامبيونز. جاهزه جاهزه، انا بقول لك واثق في فينش اول. جاهزه طبعتها ولا لا؟ هتطلع برضه وي لاف باريس. وصلنا الان اخبار بان هناك هدف. انا ماليش علاقه بوي لاف باريس دي. العب صح رجاله. 4 دقايق جوناثان دو سانتوس يقلصون الفارق ويعيدون الامل. عادي 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 يلا شباب يلا. دقيقه 3 دقيقه 3 دقيقه. ما ينفعش ما ينفعش. هي ممكن تحصل؟ هي ممكن تحصل؟ ان شاء الله لا. لا بجد قولوا لي، قولوا لي لو انتوا حاسين انها ممكن تحصل. والله ما اقدر، والله اقسم بالله العظيم بجد هعتزل التدريب. انا اصعب اصعب 3 دقايق في حياتي. انا مش هبص لك وهدور وش الناحيه الثانيه. دقيقتين تيك توك. احنا اوعى تقول الابطال دي مش كوره. وروهم احنا كورتنا عامله ازاي، وروهم كره الموريسي وكره الميلان عامله ازاي. مش عايزين نفقد الكره هنا بس التاك. مش عايزين نفقد الكره هنا. صح صح صح. فاضل دقيقه فاضل دقيقه فاضل دقيقه يا شباب يا رب. صح صفر. حكم حكم حكم. ايه الانتر عمل ايه؟ الانتر عمل ايه؟ الانتر عمل ايه؟ لا 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 لسه لسه جاب لنا على التليفون. الانتر الانتر اتعادل. استنى مش عارفين لسه. هيب سمعوني هاتوا لنا التليفون، هاتوا لنا التليفون. كسبنا الدوري ولا ايه؟ كسبنا الدوري ولا ايه؟ استنى 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 الدوري الدوري استنى 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 الله يا بلاد الله الله يا بلاد الله. سد يا ابكي في صدر. لا 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 ارفع يا دونا ارفع يا دونا ارفع يا دخدي. عملناها يا عم عمر يا خالد. تعبنا وحلقتنا لمدة سنة يا جدعان. تعبنا جيب فايدة. كامبيوني انا هاخده ابني واقول له الحمد لله، واقول له الحمد لله على كده. قوي 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 كل اللعيبه بتحتفل معاه ده وكل الناس مبسوطه. ايه الحلقه دي وايه المتعه دي وايه الاثاره دي. تعبنا يابا تعبنا سنين وسنين عشان الثنائيه المحليه وقد كانت. مش هتكلم اكتر من كده ومش هقول حاجه تانية انتوا اللي هتقولوا. ونوصل الحلقه دي ل 50,000 لايك مرتاح لنبدا إيه؟ سلسله كارير مود تانية. بقول لك ايه، إيه؟ في اكسجين في اكسجين انا مش هادي. وفي باتيه وفي باتازي وفي احتفال ابن كلب النهارده. هنروح باريس ولا قاعدين بقى؟ قاعدين قاعدين لا محاله. وكفايه لعب قوي لحد كده لحد كده لحد كده.